تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية توصيل الغاز الطبيعي إلى 1,200,000 وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي. وقال وزير البترول طارق الملا إنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 306,000 عميل منذ بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي بنسبة تنفيذ 102% مقارنة بالمخطط، وتم دفع الغاز الطبيعي إلى 21 منطقة جديدة يصلها الغاز لأول مرة.